ام سمر. اتفضلي يا ام سمر. ايوه السلام عليكم. اهلا بيكي. ايوه يا دكتور والنبي لو سمحت، انا عندي ابني بنتي بقاله 4 سنين ونص. تمام. اربع سنين ونص. اربع سنين ونص. اه. بس كل 5 شهور يجيله التيفود. الدكتور يقول عندي التيفود. ليه بيجيله ايه يعني؟ بيجيله ازاي بيجيله ازاي التيفود ده؟ يجيله سخونيه. اه. وترجيع. آه. يوديه للدكتور، الدكتور ده يعني احنا مستمرين معاه على طول. تمام. يقول عندي التيفود بعد تمام. حوالي شهرين يقول خلاص كده كويس. اخر مره حللنا له دلوقتي 1/160. 160. طيب عملتيه تاني؟ عدتيه تاني بعد اسبوع ولا حاجه ولا هو؟ لا والله لا، دي اخر حاجه. طيب انت الميه بتاعتكم ميه حلوه كده ولا ميه ترومبه ولا ميه ايه؟ لا ميه كويس، ميه حنفيه يعني عاديه، ميه حكومه عاديه. حنفيه عاديه. ايوه تمام تمام. طيب في حاجه تانية عايزاها؟ ما بياكلش خالص يعني وضعيف جدا. ماشي حاضر، شكرا لاتصالك. ام محمد طفل عنده 4 سنين ونص، كل شهرين يجيله تيفود. التيفود بيجي منين؟ من الاكل الملوث. لو هو تيفود بيجي من الاكل او الشرب الملوث، يبقى الطفل ده اعمل له ايه؟ ممكن الميه بتاعتنا تبقى مختلطه بميه صرف صحي، وده بيحصل في حتت كتيره للاسف. تبص تلاقي ماسوره الصرف داخله على ماسوره الميه اتلوثوا، تدي ميه تغلي الميه على طول باستمرار، تغلي الميه علشان ما يحصلوش تيفود، وبلاش ياكل اكل من الشارع، وادي له مركب الحديد وان شاء الله ما يجيلوش تيفود.